سعيدة من برشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اختي اليوم بغيت نقدم حلوة لاكريم. اهلا ومرحبا. بدا كنشكركم بزاف على هاد البرنامج، هذا كنحسبوه مدرسة ماشي برنامج، هذا مدرسة لينا. العفو سعيدة، وانتم هما الاساتذة اللي كنا حنا المدرسة، انتم اللي كتحرروا فينا. لا انتم الاساتذة. شكرا. يلا اختك سعيدة مرحبا بك. بارك الله فيك. شوفي اختي اليوم غادي نقدم واحد حلوة لاكريم بسيطة بالنسبة للناس اللي السيدات اللي ما كيستطاعوش يشتروا لوليداتهم حلوة لاكريم في راس العام. تصيبها في الدار من الأحسن. حليوة رخيصة 30 درهم 25 درهم باش غطلع عليهم وكل شيء غياكل حلوة لاكريم هذا العام. ما عندي ما نقول. طيب سعيدة شنو نحتاج نقدم؟ ولكن الأخت خديجة ما فيهاش بيضة وكاسون تاع الماء. كندقوا على شي وحدين. تحية اليوم في هذا الصباح. تحية اليوم في هذا الصباح. راه محيحين سوق فيسبوك. يلا الماء يلا عادل. بسم الله. بسم الله. زوج بيضات. زوج بيضات. كاس ديال السنيدة. كاس ديال السنيدة. كاس لارو ديال الزيت. كاس لارو ديال الزيت. كاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب. جوج خمارات. جوج خمارات. شوية ديال الملح، قرصة ديال الملح. قرصة ديال الملح. حامضة محكوكة. والعصير ديالها. نعم حامضة ما بين القشور والعصير ديالها. الكاكاو حسب الرغبة، اللي بغاها تجي قهوية بالشوكولاتة يدير كاكاو فرشية، اللي ما بغاهاش تجي هادي يخليها عادية. يخليها بيضة عادية. مساترو ديال لاكريم. مساترو ديال لاكريم. لاكريم فخيش. جوج دراهم ديال الشوكولات مربعات. نعم جوج دراهم ديال الشوكولات. تفاحة بنانة ديسير. اللي متوفر. نعم. اللي متوفر. بالنسبه للسيرو. بالنسبه للسيرو اللي نسقيو به شنو نحتاجو؟ الماء. الا كانت غير بالحامض غير حلوه عاديه ما درناش لها الشوكولاط نديرو كاس تاع الماء. كاس تاع الماء. كاس ديال الماء. نص كاس تاع السنيده. نص كاس تاع السنيده. عصير حامضه. عصير حامضه. قشور ديال التفاح. وقشور ديال التفاح. واذا كانت بالشوكولاط نديرو ليها حلو قهوة سريعة الذوبان وكاس الماء. قهوة سريعة الذوبان وكاس الماء مع الماء. صافي وانا نحب نديرو لها السكر، اللي كيبغي الحلاوة راه غيدير لها السكر، اللي مكيبغيش الحلاوة راه مغيديرش لها السكر. نعم نبداو في الطريقة. نبداو في الطريقة ونسربيو شي شوية لأن عندنا العشرة وسي العثمانية كيتسنى الأخبار. في مولينيكس غناخدو مولينيكس ناخدو خلاط كهربائي وغنديرو في غنديرو فيها جميع، غنديرو البيض السنيدة الحليب الحليب الملح. نعم كاع المكونات كاملة. الا قشور تاع الحامض الطحين والخميرة هادو لا. نعم هادو تنحيدوها من الطحان من الخلاط عاد نديرو فيها الطحين ونديرو الخميرة وندخلو قشور الحامض باش قشور الحامض ما يطحنوش ما يطحنوش وما يجيوش. نعم صافي البسكوي ديالنا وجد، غنديروها في مول وندخلوها الفران طيب. طيب كنخرجوها. والمول والمول ما يتعداش اش نقولوا القطر ولا الشعاع ديالو الوسطاني. تبارك الله على الماتيماتيك. نعم العلو العلو ديالو. لا ماشي العلو، لا ماشي العلو، زعما الدوره ديالو القالب ديالو. الدور ديالو 30 سنتيم باش ما تجيناش، الا جاتنا غليظه ما زويناش، الا جاتنا رقيقه رقيقه ما تجيش، خاصها تجي متوسطه. وغادي ناخذوا لاكريم نطلعوا هذاك لاكريم نطلعوا لاكريم فخيش. لاكريم فخيش ناخذوا من الاحسن، ناخذوا ديال العبار كيطلع لي احسن من ديال الاحسن. طيب ملي كيطلع لاكريم المهم كنحيدو نخليو لاكريم وكنقطعو الحلوه ملي توجد كنقطعوها من الوسط. نحاولو نبيتوها احسن باش تسهل علينا في التقطاع ضروري تبان. وكنديرو النص ديال لاكريم في الوسط ديالها وكنديرو الفواكه اللي عندنا. وانت كتسقيها كتسقيها قبل ولا لا لا اسمحي لي نسقيها. كتسقيها اللي على جوج كديري لها السقيه على حسب اللي بغيتي اللي بغيتي ديال وكديري النص ديال لاكريم وكديري الفواكه اللي عندك اللي كاينين كنرجعوا داك الفوقي وعاود كتطيب ونعاودو نسقيو ثاني مره اخرى. ولكن طبق التقديم بالضبط ما باش ما تبقاش تهز ديك الساعه صافي. وناخذوا لاكريم اللي باقي لينا وكندهنوا منه الجنيبات وندهنوا منه الفوق ونديروا وريدات في الجناب والوسط نكتبوا سنه سعيده. وكل عام وانت بألف خير لاله سعيده. وداك الشكلاط علينا وعليكم كنا كنخدم داك الشكلاط اللي عندنا مربعات وكندوبوه وكيتجمد وكنقشروا بحال النجاره وكنديروا في الجناب ديالها. نعم تبارك الله عليك سعيده. كنرشوها من الفوق وحلوه هي وعيد. سنه سعيده. سنه سعيده وكل عام وانت بألف خير. كنحييك كثير. شكرا ليك. فاصل قصير.